معناها ماهوش مغلق. دونك نجم نقولوا اللي التحضيرات كانت معناها جدية حسب التصورات متاعنا. بون بطبيعة الحال المباراة حقيقة أخرى لجورجي، يعني أمر آخر في المباراة. بون الأرضية ما هيش حتى يعني سنتيتيك معناها كيم موجود، أرضية معناها ملعب بتاع قديمة لابد نتعامل معها وناخذ بعين الاعتبار شيء هذا. ما عندناش تحضيرات خاصة لأن الملعب هذاك مش موجود منه دونك، لكن مطالبين باش حسب ما شفت عمناول فيه يعني يقلق معناها ما نقولش لا، لكن تنجم تلعب كورة ونتحمل مسؤولياتنا ونلعب بالطريقة اللي نجم نتعامل بها في الأرضية هذيك. سي عمار تريف قمت بها في طرابلس، أي وجه للفريق باش يكون مباراة نهار التلاوي؟ هل أنت راضي على طرابلس اللي صار هذايا اللي عملتوه؟ ظروف عمل كانت مناسبة، ظروف يعني خارقة العادة، نفس الشيء ما لقيناش إشكال، كان هنالك يعني نسق متاع عمل واضح، انضباط في صلب معناها المجموعة. دونك ما نجم نكونوا كان كنا راضيين معناها المعسكر هذا، إن شاء الله بانضمام معناها اللاعبين الدوليين متاعنا بطبيعة الحال حاسين بسمة معناها المسؤولية وعارفين قيمة معناها المباراة هذه. جهزنا أنفسنا ككل مباريات بطبيعة نعمل على 70-75% يعني اللي معناها على الإمكانيات متاعنا، على الظروف متاعنا، على معناها الخطة متاعنا، على الجاهزية متاع اللاعبين. ثم تقعد 25-30% هي الانفيرونمون مثل الأرضية مثل الجمهور مثل التحكيم، نحاول نتعامل معها من المباراة هذه. باش ترسموا نفسك سي عمار خاصة في ملعبه اللي يعتبر فخ خاصة الأرضية متاعه؟ يعني ارضيه فخ، نحاول كما قلت نركز اكثر على الامكانيات نتاعنا ونتعامل مع في نفس الوقت الارضيه والمنافس اللي معروف معناها صلب على ارضه، خاصه كونه خارج من بعض عثرات. نفس الشيء بالنسبه لنا احنا في ظروف معناها نتاع تعادلات مطالبين برده فعل، لازم تكون رده فعل قويه في المباراه هذه. كنت تسمح نعمل بوان فيرميوري معاك جي سي منصر بن محمد خاصه نستناو فيه، فخر الدين بن يوسف وقتاش الروتور، وكلمه على محمد امين النفسي. فخر الدين بن يوسف يعني مازال يعني حتى يزيد يعمل يعني الكنترول نتاعو الاخراني باش يدخل معنا مع المجموعه. الجاهزيه نتاع اللاعبين يعني كل موجودين اغلبهم بطبيعه الحال، ناخذ بعين الاعتبار ربما لاعب او اثنين ربما نجموش يتاقلموا مع الارضيه والاجواء هذه ربما يلعب فيهم المباراه هذه. محمد امين النفسي رجع معنا مع المجموعه بعد العقوبه الاستراليه الاداره. صحيح يظل لي ماك تعرف يعني فما برشا جواليات مشاو لكيب ناسيونال، قعدنا احنا عملنا تربص في تبرخه، يظل لي تربص كان ناجح، خدمنا مليح، قعدنا مع بعضنا برشا اللي حكينا، طلعوا معنا برشا صغار زيادة عندهم مستوى فني محترم جدا، يظل لي نعرفوا عشنو قادمين. تستنى فينا مقابلة صعيبة سورتو اللي احنا عملنا 3 تعادلات ورا بعضهم، ما عندنا حتى فرصة أخرى باش نتعادلوا، يظل لي يلزمنا نربحوا باش نقعدوا الويلة إن شاء الله. أرضية ملعب صعيبة برشا على الفريقين، أما المنافس محترم جدا، يظل لي موسم الفارط عدى عام إكسيبسيونيل، محضرين له بالكدا وإن شاء الله نكونوا حاضرين وراحة وتفاني تقعد إن شاء الله. مازلنا ما قدمناش الوجه اللي استناه منا جمهور الترجي، سورتو بعد ما رجعنا للسنة وعملنا 3 مقابلات كبار في الكوب، من بعد رخينا شوية، إن شاء الله في التريف هذايا خدمنا بالكدا وحطينا سرجانا حطينا ساقينا على القاعة، وإن شاء الله من مقابلة المتلاوي تبدأ بداية جديدة إن شاء الله. معاك في اللي تحبه أورانج.